أهلا بحضراتكم مشاهدينا مرة تانية. زي ما متعودين بنشوف كل أسبوع مشروع جديد في العاصمة الإدارية الجديدة. النهاردة هنتكلم عن مشروعات شركة رادكس للتطوير العقاري اللي أعلنت من أيام عن مشروعها الجديد، اللي هنعرف كل تفاصيله دلوقتي من ضيفنا الأستاذ أكرم الشيخ، نائب الرئيس التنفيذي لشركة رادكس للتطوير العقاري. مساء الخير يا فندم. مساء النور. أولا ألف مبروك على المشروع. الله يبارك فيك يا رب. ده تاني مشروع في العاصمة الإدارية الجديدة. تاني مشروع فعلا. كلمنا في الأول، ادينا يعني نبذة عن شركة رادكس. رادكس ديفلوبمنت، احنا أحد شركات مجموعة موفق القابضة من المملكة العربية السعودية. مجموعة موفق بدأت سنة عام 1965 تحديدا في مدينة الرياض، متخصصة في أعمال التشغيل والإدارة والصيانة والمقاولات. توسعت بأنشطتها سنة 1990، بدأت مشاريعها في جدة، سنة 2000 بدأت مشاريعها في البحرين، ودلوقتي 2018 بدأنا في مصر باسم شركة رادكس ديفلوبمنت. بدأنا 2018 و2019 أول سنتين من عمر الشركة في بعض المشاريع السكنية في مناطق التجمع الخامس، توسعات القاهرة الجديدة، وفي سنة 2020 دخلنا العاصمة الإدارية بمشروع أجايل بيزنس كومبلكس، وهو ميديم رايز تاور موجود في منطقة الداون تاون في العاصمة الإدارية. تحديدا ده تجاري وإداري، ده ميكسد يوز، إداري تجاري طبي، أرضي 12 دور على السنترال بارك في موقع من أكثر المواقع تميزا في منطقة الداون تاون. وفي سنة 2023 بدأنا في مشروع راي ريزيدنس في منطقة الار 8. الار 8 ده المشروع الجديد. ده المشروع الجديد راي ريزيدنس في الار 8 في مساحة 27 فدان في منطقة أوان على الطريق الدائري الرئيسي في حي القريت. طب خليني أسألك بس الأول قبل ما نسمع المشروعات، يعني إشمعنى أو ليه بالتحديد العاصمة الإدارية الجديدة؟ ليه اخترتوا بالتحديد العاصمة الإدارية؟ المشروع الأكبر تطورا في مصر والشرق الأوسط، وممكن نقول لأكبر ديفلوبمنت بيحصل في العالم في فترة بداية العاصمة الإدارية. يعني مش احنا اللي هنقول العاصمة الإدارية مدى أهميتها إيه، لا، هي أهمية الدولة الجديدة والعاصمة الجديدة خلانا ان احنا نبص على منطقة العاصمة، ان احنا لما نبدأ الميجا بروجيكس والإكسبانشن بتاعنا في رادكس ووجودنا جواها ادانا استمرارية اكتر ان احنا نبقى موجودين فيها من مشروع واتنين، وبقى عندنا طموح اكتر في مشاريع اكتر، خاصة بعد التغير الجذري اللي حصل في القطاع في النظام الإداري بالكامل في شركة العاصمة الإدارية المهندس خالد عباس. ده سهل عليكم؟ إجراءات وتيسيرات وحزمة تيسيرات ممتازة جدا من ساعة تقريبا المهندس خالد، بقاله سنة، يعني قرب على السنة في العاصمة. صحيح. السنة دي تطور طبيعي مش طبيعي حصل. حتى في الاستجابات البسيطة واحنا بنعمل إجراءاتنا وتراخيص والموافقات، الردود بقت أسرع. مصاعب تنفيذ الطلبات بقت أسرع. الطلبات لو في طلبات عندنا بنقدر توصل للمكتب المهندس خالد، وبنقعد مع المهندس خالد وبنقدر نحل المشاكل. ايه رأيك في التسهيلات الأخيرة اللي لسه بيعلنوا عنها؟ لا طبعا، احنا قعدنا ورا التسهيلات دي فترة كبيرة قبل المهندس خالد ما يكون موجود في شركة العاصمة، وبعد طبعا بعد ما المهندس خالد بقى موجود في العاصمة. الوقت القياسي للاستجابة للمطالب التسعة اللي احنا طلبناهم سواء كان في الاجتماعات الفردية أو في الاجتماعات الجمعية كمطورين مع إدارة شركة العاصمة، اللي هو أحمد فهمي مدير عام شركة العاصمة، حالة من تيسير الأعمال لينا علشان نقدر نطلع بالمنتج المرجو اللي يمثل أسماء شركتنا ويتلائم مع العملاء بتوعنا، وطبعا تحت اسم العاصمة الإدارية. طبعا دي حاجة حلوة جدا.